أحياء شعبية عرفتها جدة منذ عقود أصبحت جزءاً من الماضي بعد أن بدأت الجهات المعنية بإزالة أكثر من 10 أحياء وتحويلها لأحياء نموذجية متطورة وتوفير الخدمات البديلة لسكانها، ولا زال العمل ممتداً في باقي الأحياء العشوائية. كنت ساكنة في غليل والآن قدني في حي الهدى. كيف الفرق؟ الفرق يجيب العافية، وشفت العافية وشفت الهواء وشمينا الريحة الطيبة والشوارع النظيفة. الحمد لله ساكن محلات راقية، محلات ترفيهية، محلات يعني في نمو. لا السكن الجديد صراحة الله يطول في عمره من سلمنا ومن أعطانا، والله غير من نفوسنا، لا أنا ولا عيالي، الحمد لله. في حد عاقل يجيها الخير ويرفضه؟ في حد عاقل يجيها الإزالة ذي عشان مناطق عشوائية وعشان تنمى؟ في حد عاقل يرفض إنه الشوك ينشال ويجيك ورد صافي؟ بقي التساؤل بعد تلك الإزالة يساور البعض، واليوم سلم أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل عدداً من سكان الأحياء العشوائية مساكنهم الجديدة، والتي ستصل خلال هذا العام إلى أكثر من 4700 وحدة سكنية تقدمها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وفق ما وجه به الأمر الملكي. الأمر السامي الكريم يقول أي مواطن مقيم في هذه الأحياء يحتاج سكن يعطى سكن لمدة سنة كاملة، في خلال هذه السنة على وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن توفر له وحدة سكنية من الموجود. عندنا حوالي 5000 وحدة الآن موجودة. ظل المشروع هذا مشروع مشترك بقيادة سمو الأمير وسمو النائب، وهو بتوجيه من الدولة، وهو إن شاء الله يشمل جميع أنحاء المملكة بحيث أن هذه العشوائيات لا تكون جزء من أي منطقة من مناطق السعودية. 69,000 خدمة قدمتها الجهات المختلفة لسكان تلك الأحياء، من أبرزها التسكين وتقديم الوجبات والدواء ومستلزمات الأطفال وغيرها الكثير. والهدف من هذا المشروع هو تحسين جودة الحياة لسكان تلك الأحياء لتبدو عروس البحر في حلة جديدة دون عشوائيات. لـ NBC نزار العلي، جدة.